الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، تأتي السنة التشريعية التي نفتتحها اليوم في سياق خاص قبل عامين من نهاية الولاية التشريعية الحالية التي حددها الدستور كأجل لإخراج جميع القوانين التنظيمية، وهي أيضا سنة استكمال البناء السياسي والمؤسسي الذي يوطد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي حققها المغرب في مختلف المجالات والتي سبق عرضها في خطابي العرش و20 أغسطس. وكما قلت سابقا، فنحن نعرف من نكون ونعرف إلى أين نسير، كما نعرف مؤهلاتنا وما يواجهنا من صعوبات وتحديات. لقد وصل المغرب اليوم والحمد لله إلى مستوى متميز من التقدم، فالرؤية واضحة والمؤسسات قوية بصلاحياتها في إطار دولة القانون، وهو مصدر افتخار لنا جميعا ومن حق كل المغاربة أفرادا وجماعات أينما كانوا أن يعتزوا بالانتماء لهذا الوطن. وكواحد من المغاربة، فإن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي. وأنتم أيضا يجب أن تعبروا عن هذا الاعتزاز بالوطن وأن تجسدوه كل يوم وفي كل لحظة في عملكم وتعاملكم وفي خطاباتكم وفي بيوتكم وفي القيام بمسؤولياتكم. ولمن لا يدرك معنى حب الوطن ويحمد الله تعالى على ما أعطاه لهذا البلد، أقول تابعوا ما يقع في العديد من دول المنطقة، فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر. أما المغرب فسيواصل طريقه بثقة للحاق بالدول الصاعدة. إن هذا الاعتزاز بالانتماء للمغرب وشعور وطني صادق ينبغي أن يحس به جميع المغاربة، إنه شعور لا يباع ولا يشترى ولا يسقط من السماء، بل هو إحساس نبيل نابع من القلب، عماده حس التربية على حب الوطن وعلى مكارم الأخلاق. إنه إحساس يكبر مع المواطن ويعمق إيمانه وارتباطه بوطنه. والاعتزاز لا يعني الانغلاق على الذات أو التعالي على الآخر، فالمغاربة معروفون بالانفتاح والتفاؤل الإيجابي مع مختلف الشعوب والحضارات. غير أن تعزيز هذا الإحساس والحفاظ عليه يتطلب الكثير من الجهد والعمل المتواصل لتوفير ظروف العيش الكريم لجميع المواطنين وتمكينهم من حقوق المواطنة